ورد الجوري ايش تقول يا جماعه اذا تغريدتها جاهزه؟ ابي اعرف مشاري ليش يهاجم الكويتيات وما هو السبب؟ هذا سؤال برسم الخدمه من ورد الجوري. هذا توريطه مو سؤال هذه. لا والله شوف احنا في مثل بالكويت يقول من حبك لا شاك. هو مجرد استفزاز. يعني احيانا يكون التايم لاين هذه ما في قضيه، ما في تصريح، محمد العبد الله ما طلعنا بتحف، ما تحفنا بتصريح. ما تغدى مع العائله. لا هو متعود على الغداء مع العائله، ما تحفنا بتصريح، فيكون التايم لاين فنتجه حق الكويتيات شوي نوع من الاستفزاز ومداعبه يعني. لا بالعكس فنعم فيهم يعني الكويتيات. طيب الكويتيات ركب من سود مشاري؟ والله يقولون، وانا اتفق مع هذه ما المقولة. شفت انت ها؟ انا اتفق مع هذه ما المقولة. شفت اكرر من غير احنا شفت ولا ما شفت، احنا نمشي على اللي قالوا، احنا يعني قالوا الناس ثقه واثق فيهم صراحه وانا مؤيدهم في هذه المقوله او هذا الكلام. بتلاقي هجوم عليك يعني طبعا 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 في هجوم في هجوم على ضحك. أيه؟ الناس اللي عارفه ان انا قصدي قاعد اغشمر او قاعد اضحك، ولا وفي هجوم غاسي احيانا، في ناس تاخذ الموضوع جد يعني. ايه والمصيبه كل اللي ياخذ الموضوع جد مو حاطين صورهم بتويتر. أيه؟ فانت عاد لك انك تتخيل عاد اللي قاعد هاجمك شلون صاير. طيب في الفضائيات يسمونه خبر عاجل، احنا عندنا تغريده عاجله، ورد الجوري لها تغريده تقول بنات هجوم على مشاري ابو يابس، هاي بنات هجوم على مشاري، شوف طالع. اذا هجوم بتويتر ماكو مشكله، بس لا يهاجموني يطرون عند باب القناه الحين يكسرون سيارتي ولا ما خاف من الجنس اللطيف؟ لا ما اخاف، انا ما اخاف الا من رب العالمين. طيب سالفتك مع المغربيات مشاري؟ ما والله ماكو سالفه. تروح المغرب؟ لا والله ما رحت. ما تروح؟ لا. طيب كله يعني انت تقول لو حطوني سفير اتمنى اني اكون في المغرب. او اصلا اونس وظيفه بالتاريخ كله سفير الكويت بالمغرب، او انك تكون موظف بالسفاره. ليش؟ قريب من العين وقريب من القلب على قولتهم، يعني عندهم الخضره والماء والوجه الحسن. احنا لا عندنا خضره والماء يوم اي ويوم لا، والوجه الحسن لا تعلق.